ضيفتنا اللي بنستقبلوها بعد شويه. شكرا لك امينه. تعال نعديو الكليب نتاع توحشتك انا جديد ضيفتنا ونستقبلوها. نتعديو ولا نعديو؟ نتعدي. انت باش تتعدى مقدمي توا وانا باش نعدي الكليب وتتعدى الضيفه. مرحبا بيا تسجيل الكليب. وحشتك انا عمري بغيت نشوفك يا طال صبري ضلت عليا غيت يلي بغيتيها ندير لك انا بخاطرك ويا عمري يا عمري. فوالا هذايا جديد مايا ميغانا الاغنيه اللي تعرفوا وتشهرت برشا دونك ناخذوا نلقاو الاغنيه هذه موجوده مع كلمات راي. مرحبا بك مايا. فيليسيتاسيون 5 ملايين مشاهده هذايا ديرنييرمون دونك ممكن البارح اما اليوم اكيد راهو اكثر 6 ملايين ما شاء الله في 24 ساعه. شنو صرف؟ 6 ملايين شنو صرف؟ كي تفرجت فيها من الاول مسخاش تونسيه. فوالا قلت لك اي قاعده نتسوق في الجزائر على شاشه التيريه. والله تونسيه. كيفاش جاتك الفكره نتاع التعامل في الكليب هذا؟ مش اول مره ديجا نخدم كافر. عندي كافر قديم. شوف الفكره نتاع لي دو جونسون هذوما انا مساسا نتعامل مع حمدي المهيري ديجا نحيي برشا نعملو ديديكاس. تعاود تعاملت مع حسدونا ولات مي لوف يو من الاول عجبتني وعجبني كيفاش الخدمه نتاعو نتفاهموا برشا في معناها ميوزيكالمون. رجعت له قلت له انا فما اغنيه تعجبني برشا هي سيتي با من الاول توحشتك انا ما كانش في مخي. كان في مخي ميغانا. قلت له ضاربه نحب نعمل حاجه ديناميك شويه وكل. قلت له لازم نشوفوا معاها حكايه نركبوها معناها باش نعملوا ماتشاب في جوكلو ديجا معناها انا اللي تعرف بلي ماتشاب برشا فهمت. بغيف فوالا قعدنا ندندنوا كل مره نركبوا حكايه كانت من الاول بروبوزيسيون تاع يا ليلي معاها صوف كما ركبتش مع ميغانا ويا ليلي لا نجمش نغني بارتي راب بارتي تاع الغفران ياسر صغيره دونك باش تجي الاغنيه فيها دقيقتين ما سي با سا فهمت. ديجا في بالي بلي باش يعمل مع الفنان نتاع ميغانا باش يعمل ديجا ديون باش نغني معاه حطينا نتاع ميغانا سوبر ساكو في ان شاء الله باش يجي لو 5 اها لو 5 في عنده حفله خاصه في سوسه باش نطلع معاه دونك عجبته الغوبري اي الى كونتاكتي ديريكسيون تاع البلاصه اللي قال لهم راهو كيف فما بوسيبيليتي كونتاكتيون الحمد لله. وعلاش ما نشوفوش عمل لك انت وياه مع بعضكم؟ انا ما نعرفش لي جو نتاعو هو تو عنده عمل مع بلتي وما نكذبش عليك ما نحبش انا جو بروبوز معناها جوست نخلي كان فما حاجه بالك بعد الطلعه هذيا بالك معناها تكون فما كوميونيكاسيون. ممكن هو الباركور نتاع مايا نفس الحكايه خاطر مايا كل شيء تجي على طبيعتها الحكايه خاطر من الاول ما قريتش موسيقى وبشويه كنت تحب كل شيء جو شيرش با نحب ما نحبش نلوج الحاجه خاطر تعودت ملي انا صغيره كل حاجه نلوج عليها ما نوصلهاش دونك خليت كل شيء ماشي بطبيعته الحمد لله جاي كل شيء مسهل الحمد لله. مثال نحكيو على مايا اللي هي ما قراتش موسيقى من الاول ثم غرام جمله فوالا دونك اوكسيدونتال شويه اورينتال وكل مره تهزك تجربه في حاجه معينه دونك بريسك جربت كل شيء راه حتى في الانماط الموسيقيه مره شويه روك مره من هوني من هوني فوالا دو تو مازلت تلوج في الحاجات الكل والا نجم نقولوا انت اخترت سي مع الاثنين ديجا ديجا اتي تراسي وحدها من الكفر الاول معناها نحس روحي انا في الميلونج بين الاوكسيدونتال والتونسي الاوكسيدونتال والالجيريان ماروكان دونك ما خذيت اختصاصي وعجبني الستيل هذا دونك تو سكي ميلونج اونتر ميلونج اي ما اي حاجه جديده خير احسن دونك احنا زاد حاجه اخرى انا نعرف اللي اسمها الحقيقي مش مايا اسمها سمايا دونك نحبوا نعرفوا سر اسم مايا على مايا دياب. لا مش مايا دياب قبل ما تجي مايا دياب جمله انا عيطوا لي دارنا من انا صغيره مايا فوالا ترويجه هي من اسم فني لحد شيء. وكيفاش اخترت الفن كيفاش لقيت الموهبه هذه نحبوا نعرفوا مايا خاطر العباد الكل كيما قلت لك معناها اللي حل ما يسخالكش تونسيه دونك اليوم فرصه انا نعرفوا مايا شكون. الوغ الفن ما اخترتوش واختارني خاطر انا جي جامي بونسي لي نهار انا باش نغني هكا في حفله ولا حتى في لونج ولا في بلاصه قدام عباد لما كانت هوايه ملينا صغيره من كل حفله تاع اخر عام وكان نمشي نغني فيها فرحانه امي تجي تصور هكا الحاجات المحليه
بعد ما كذبش عليك حبيت نعمل ميوزيكولوجي، مي بابا ما خلانيش، قال لي موسيقى معناتها ومش توصلك ما توكاش خبز. هكا الحكايه نتاع البيت حكيت هذوك تشوفها. اي عملت جيستيون اوتيليير توريستيك، سا نا ريان افوار مع الموزيك. حبيت نعمل باسكيت ما خلانيش، خاطر انا جيتي اونسيان باسكيتوز، ما خلانيش نعمل نيبس. قال لي ليه زاد شنو باسكيت وتقعدين ما ديبلاسمونيت وهات ضربت وكل حكايه هذوك. معناها هو في مخه ليكونومي جيستيون لافورماتيك الماك، قرايتك لازم تقرا حاجه باش تخدم دغيغ ان بيرو. صحيح مسمى فيت هذاك اللي صار بار لا سويت. معناها تخرجت وقعدت بريود صغيره ما خدمتش، من بعد كي جاتني بروبوزيسيون في سونتر دابيل كوم اسيستانت كوميرسيال خدمت. كتبش عليك تحصرت، حسيت روحي هكا عامله ما سي با موا، مانيش انا. وانا متمرده شويه من طبيعتي مليانه صغيره، قلت بابا جو جاريت باش نمشي للموزيك. اللي تي كونتر كلمة بكلمة قلت له لا راه سي بون. أمي قعدت تغطي عليا من الأول، وكان حب إجا معايا وإجا ما حبش امبوسيبل مسكر في مخه. لي سواري نتاعي من الأول كانوا في الكاروكي، وكان نمشي كي نمشي أنا باش نخدم في الكاروكي ولا نغني ما تقولش أمي البابا. بعد شوي بشوية نستانسوا بقتنع. دونك توا تبدلت الفكرة نتاعو في بالي أنا. أمك وخواتك هما أكثر عباد دعموك من الأول. أمي وخواتي عاونوني، بابا اللي تي كونتر حتى لآخر لحظة. من بعد خاطر في il y a un peu un désaccord avec ma mère donc femme cette que séparation ma حكيناش برشا في الموضوع dernièrement qui الحمد لله شاف تبع ولا يتبع في الانترنت في اليوتيوب جي تقابلت انا وياه قال لي راضي عليك و je suis satisfait de toi fier de toi donc الحمد لله على خاطرك نجحت الحمد لله فوالا خاطرك امنت بالموهبه نتاعك ووصلت فيها. دونك مايال بالكافر دونك توا يظهر لي تخممش في 2018 باش تعمل انتاجاتك الخاصه ليك انت وقايد توا. باهي انا نخمم مي با كبيره وصعيبه برشا. انا عندي انتاج خاص مي ما تحب تعمل التو... ولا تحب تسوق روحك الساعه بالكافر روحي نتعرف عليك توا. انا ديجا معناها سي مون دوزيام باساج في الميديا في التلفزه بلوتو لو توازيام خاطر الاولاني قديم برشا. اللي عملت باساج في لي راديو عملت لي راديو مي تحب ولا تكره الشعب التونسي ما تنجمكش باش توصل لهم في ريستورون ولا في لونج ولا في بلاصه. هذوما معناها العباد اللي يشوفوهم في بلايص هذوما يلفون بارتي نقولوا 5-10% ماكسيموم الشعب التونسي، باقي كل في التلفزه. باش توصل لهم العباد هذوما لازمك معناها توصل لهم اترافير لي ميديا. وباش تعمل توا انا مازلت كي عملت كافر باش نعمل انتاج خاص وانا مازال وما عرفونيش بالكدا ريسك. نتصور ريسك كبير ابروندر والا نجم يكون برودكسيون معناها اون ديو مع عبد معروف ديجا معروف معناها نتعاونوا مع بعضنا فهمت. بدينا نصور هكا دينا باش ما تحب تسوق روحها قبل ومن بعد نبداو في الانتاجات الخاصه. باهي خلينا نمشيو نحكيو تو على حاجه اخرى. باهي باهي ما نقمعكش اليوم رانيا قمعتها. انا حاب نسالها على برامج صناعه النجوم سمعت اللي انت شاركت فيهم قبل وجاتك اون ديسيبسيون من وقتها ما عادش تحب تشارك فيهم. دونك بوغ لو مومون كيما قلت انت تحب تسوق روحك وبيسكو العباد بديت تعرف فيك وكل شيء ما تخممش انك تعاود اكسبيريونس اخرى. نو انا بور مو سا سير ا ريان. عبد ديجا بدا قاعد ينجح في الديمارش نتاعو ينجح ويوصل للعباد يمشي يشارك في برنامج باش نو ما اما فما برشا توينسه فنانات توينسه وفنانين توينسه عملوها. اي اما شو فنانات اما ثم اللي كملوا تعرفوا ثم اللي ما عادوش. هيلا ملكي علاش مشيت خاطر ما لقاتش حظها. حظها هوني يسرى محمود يسرى كيف كيف اي سي غراس سا باش هما انا نشوف لو جور لا قدر ما لقيتش حظي تو يمكن جو بونسري ا سا مي بور لو مومون تو فا بيان الحمد لله. اي الامور كلها ماشيه معاك. بنرجع لك في التسويق الاعلامي توا خلينا نقول باش تظهر في لي ميديا اكسيتيرا. ثماش خممش في ايكيب ثماش ديجا ايكيب تخدم معاك مدير اعمال سورتو كو في حكايه ميغانا دونك في الحفله اللي باش تعملها باش واحد اي فنان ولا معجب بصوتك خاطر اليوتيوب قاعد يسهل توا ثما لي كونتاكت يجيو حتى من الفيسبوك باش هو يتلهى لك بالديريكسيون بتاعت الكل. انا بور لو مومون ما عنديش ديريكسيون لهيا بيا عندي باج نتاعي سي موا كي جير لا باج عندي اون اسيستانت صاحبتي هي معناها كي ميد ان بو زيدا و جاي اون بيرسون دون ما في كي اوسي كي ميد بور هكا خاطر نتعب لي ميساج اي تو دونك جو لو تروف هو ا مي كوتي هكا لي تيليفون ساعات جو باسكول سور سون نيميرو فهمت فوالا. بور لو مومون جي با ديريكسيون كان فما مدير عامر جو سي لا ما هو كل شيء يمشي بالنومبر دو فيو تو دونك جو بونس كو تنجم تقعد والله جي اون دي بروبوزيسيون مي جي بور ما نكذبش عليك خاطر فما ديزارناكور برشا
فما فما دي دي برود زيد فيرتوال وفما برشا حاجات اي خطوه بحصيبه ما نحبش نحي هكا يا بشات البلوس يا لي وان بلوس عندي برشا صحباتي فنانات طلعوا وحكيوا لي زيكسبيريونس نتاعهم معناها تصور لازمني برسمي يكون عينيا محلوله على الاخر بيان سور سورتو سوا بون نحبوا نسمعوك تغني تختار بس هذا بس هذاك ميساج تختار تنحوني على البحر ظروف المباشر بي شنو يحبوا يسمعوا زعما نسمعوا اوكسيدونتال ولا اورينتال اللي تحب اللي شنو حب اوكي بالميكرو They tried to make me go to rehab and I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you are no, no, no. I gained up the time, but if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab and I won't go, go, go. عرفت باش تختاري ميها وصحابك تحبها برشا تحبها برشا بيه بالنسبه للبروجي اللي باش ما نقمعش راني سؤال عندك انا اللي ما عنديش سؤال تفضل انت اختي منى يعشق اختي راني جيتني على غفله مانيش مخمه وقاعده تعمل هيك دندر مع دندر ونغني في الاغنيه انت بديت في تونس وقاعده في تونس لكن برشا يخموا باش يمشيوا لمصر تلوجوا على اغاني جديده حلوه خممت فيها سورتو با مصر سامحوني لا ما مش ستيل نتاعي انا ما نغني مصري في حفلاتي وفي امام ما نصورش روحي باش نغني نهار انتاج حاجه مصريه بي في الاوروب برا في فرنسا اي يمكن حاجه على ترونجي المانيا فرنسا بلجيكا حاجه هكا مغرب الجزائر ما بي فما ما نعرفش انا فما دي ليان غاديك فما عبيد ينجموا يعاونوك عندي حفلات خاصه اونكور غاديك ان شاء الله اترافيغ سا تكون فما عم تتوسع اكثر ان شاء الله سورتو جيلي تونسيه جيلي تونسيه البرا مازلنا باش نكملوا نواصلوا معاك لكن خلينا نمشيو لعناوين الاخبار من بعد نرجعوا شكرا لك ربي مبروك نرجع لكم صباح الخير مع ضيفتنا مايا نكملوا مع الحوار بعد ما نسمعوا كفر حاسدونا من بعد نرجعوا لكم مني ما عنديش عشره يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب وش نجرى حاسدونا حاسدونا منك ما عنديش عشرة يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب وش نجرى هذا الكافر الاخر حاسدونا اللي بدت به مايا وتعرفت شفت حتى ليكيب يقولوا لك يا في بنا بيك تزيري دونك قعدت فيك التاتش تزيري باهيش كنا خويت كنا بالطبيعه تحيه كبيره للجزائريين فماش دي كونتاكت بينك وبين ملحنين كاتبين كلمات تزيري فماشي حاجه مشروع فما على الباج نتاعي مازلت قاعده ندرس فيهم خاطر لي ميساج اللي يجيو على الباج ولا حاجه مش نجم تكون حاجه صحيحه تنجم تكون حاجه مش صحيحه فبز نساء يحكي اخرى صحيحة عندي جيحة معك تقولك عندي بروبوزيسيون وانا فلان فلاني من زير ومبعد زيكا كي انتي معنا تتجابوا معاه يقولك والله ما حليك والحكاية تايدوكم معنا يسيروا صحيح دونك يفو فيلتخي بيان سور دونك خلي كلمة الختام ليك مايا والجمهورك ساعة فماش حاجات مهرجانات أباغ سوسة الحفلة اللي بشتير عندي بول ماما عندي دي بروبوزيسيون البرا مهرجانات عندي مهرجان مهدية ان شاء الله مازالوا يظهر لي مهرجان مكرين مازلت قاعد ندرس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي بون حفله اكسكلوزيف في جربه نهار السبت الجاي و باهي جست نحب نعمل ديديكاس كبيره للي عاونوني برشا امي واختي على وقفتهم معايا بابا زادا صحابي المقربين نحبش نسمي خاطر لي ستيله شي ما صاحبتي لانتي نحبها برشا زادا حمزي الميري نقولوا راك تو اكسل كل مره ديما معاوني ميرسي بوكو تحيه البزدير اللي عمل لي الكليب الاخراني واللي الناس يحبوني برشا سلم عليهم كل ما تبعوني وميرسي على الاستضافه انتم زاد محليكم يعيشك مايا ان شاء الله بالتوفيق غادي يعيش مايا ذيك ضيفتنا اليوم نمشيو الان لزوم رياضه قبل ما نمشيو صحتنا بدين صحتنا ليكم تتشيد